ويا صباح الخير، يوم روتين كله طاقة وحيوية ونشاط. يلا هيك تشجعكم هذا الروتين، تروحوا تقوموا وتشتغلوا. طبعا أنا هنا شربت القهوة ورحت قعدت هيك، يعني أقرأ لي أتصفح لي بأشيائي، وبعدين قلت خلص يلا ها بعد القهوة بعد ما نصحصحنا إنه أبدأ أشتغل على المطبخ يعني. فبنجلي هيك روتين، بظبط الكاميرا هون، فبدنا نعمل روتين هيك يعني تنظيف وتشجيع الكل، وممكن كل واحد يشجع وينظف. طبعا هو مش تعزيل المطبخ، تنظيف بسيط يعني كده. بحط كل، انا بعد ما يتصفى الاشياء ما بحبها تضلها موجودة على المجلة، بحسها بتأدي الى كركبة. لازم بعديها خلاص لازم ارجع كل اشي مكانه. وقلنا يلا نبدأ ايه تنظيف شو اسمه الغاز. انا بحب احط قصدير، بيريح كتير بالتنظيف. وبغسل كل اشي، اول اشي بغسل هيك العيون عشان مش مرة واحدة، بغسل العيون بنظفها. هما انا اصلا نضاف يعني، بس انت لما بتنظفي اول باول ما بتتراكم عليه الدهون. فهيك نظفناهم واحدة ورا التانية. عاد اذا انت معلق عندك شوي هيك اوساخ، ممكن تحطي بيكربونات الصوديوم مع ملح الليمون، ماي سخنة وخل، وما اعطيت شوية فيري، وان شاء الله بتنظف. او ممكن تستخدمي منظفات بتنظف. نظفتهم يعني، انا لما انظف الغاز ما بحب اقيمه مرة واحدة، هيك بمسك العيون بنظف العيون هي واحدها، بعدين بمسك ايش الشبك وبنظفه. شايف؟ لانه اول باول بتنظفي ما بتحسي انه هيك معلق الدهون ووسخ كتير. لا، حطيت شوية فيري ونظفت. وطبعا هذه العلبة تبعت الفيري كتير حلوة، اذا لقيتوها جيبوها، يعني من اشياء كتير حلوة حبيتها، بنصحكم فيها. بتحطوا الفيري جوا وشوي فيها، بتحطي هيك فيها، تحطي شوي المي والعلبة، يعني مريحة نوعا ما، مريحة يعني الفيري. وهيك نظفتها اول شبك، شايف ما بتاخد وقت. وهذه الفرشاية من ايكيا، تبعت ايكيا الفرشاية هذه تبعت المجلة، كتير حلوة بنصحكم فيها. يعني انا جبت من محلات تانية يعني بسرعة بتخرب، بس تبعت ايكيا والله جربتها يعني بتخرب، بس بعد فترة طويلة يعني، وبتضل هيك شوي ماسكة على حالها، يعني حلوين بصراحة. وغسلنا الشبك التاني، يعني انا بحب اقيم شوي شوي عشان ايش ما احسش بجهد بالنظافه والترتيب. طيب هلا بخلصت الشبك والعيون، بنظف هدول القاعدات، هدول بحب احطهم برضه، لانه مرات بتجيب اشي سخن تحطيه على البلاطه، تحطيه على الطاوله، فبتكون هيك جاهزه جنب الغاز. برضه هيك بغسلهم غسله سريعه. وهذه تبعت الملعقه حلوه تصفي تحطي فيها عشان ما توسخي فيها لما تحركي. في نوعين، في هادي وهادي. طبعا العملية لونها احمر، عملية اكتر من التانية، هي التنتين مناح، بس هديك يعني بستخدمها اكتر بصراحة، لونها حمراء هادي. لان ايوة هي هادي. اوه شايفين القصدير، بحط قصدير، قصدير كتير بيريح يا جماعة بالتنظيف. خلص بضلوا نظيف، بس القصدير بتقيمي وبتحطيه كل يومين ثلاثة، يعني كل مش يومين ثلاثة بتغير القصدير، يعني كل ما تحسي انه توسخ القصدير غيري. وجبت فيري كده مع شوية صابون، وهننظف الغازز كله. طبعا اذا في بقع مثلا عندك هيك، في انواع تاعون منظفات الغاز بيقيموها، او ممكن شوية كلول بتشيل. وطبعا انا بس بحب انظف دايما بعد كل اكلة، بنظف الغاز وبنظف الحيطة اللي قبالها، لأنه بتطرطش دايما الأكل بيطرطش، ف يعني انتبهوا على الموضوع هذا. بتنظفيها، لما تنظفيها أول بأول ما بتكون سهلة ونظيفة، وما والدهون بسرعة بتنقم معاكي، ما بتاخد غلبة عادة. لما أول ما ينشف الأكل خلاص هو هذا اللي بغلبك. شايفين؟ خلاص نظفناهم صاروا زي الفل. هذا الممسحة بوليستر اسمها اظن، في منها اصلي ومش اصلي، التنتين مناح، بس طبعا الاصلية بتشتروها من السوبر ماركتات، يعني بتكون في اصلية منيح اكتر طبعا،
من العادية اللي مش أصلية. أنا جربت التنتين وتنتين حلوين، بس زي ما قلت لكم الأصلية بتمسك أكتر، يعني بتشفط أكتر، يعني حبيتها أكتر، حلوين يعني من بنصحكم بيها. آخر مسحة بروح بحط المنظف الزجاج اللي هو ويندكس اسمه أظن، من أحلى منظفات الزجاج بنصحكم فيه، ما بيخلي علامة تبين يعني بسرعة. الباقي بعض تبعون الزجاج بياخد وقت، يعني بضلهم هيك تحسيها ايه بتعلم على الأزازة، هذا لا كتير كتير منيح. حتى بستخدمه مش بس يا الزجاج، شفتوا بستخدمه يا الغاز يا البلاط يا عدة أشياء، بقيم وبنظف بشكل جميل، بنصحكم فيه، اسمه ويندكس. إذا لقيتيه خودي، ما بجيب الألوان لا زهري ولا أصفر ولا إشي، جيب اللون أزرق هذا. هاي هحط القصدير. القصدير انا عندي استخدمت، لو في هذا نوع القصدير شايفين عرضه صغير، في قصدير عرضه كبير فما بتحتاجي كتير يعني تحطي، انا حطيت اكتر لانه صغيره وبحب هيك يعني اظبطها يعني بجميع الجهات، ف شايفين صغيره قصيره. لو بدكم تجيبوا تحطوا الغاز افضل تستخدموا الكبيره اسهل لكم، بس بتستخدموا تنتين، لكن هون عشانها صغيرة هي بتزبط، شوفي بتزبط عادي، بس أنا بحب أحط هيك كمان تنتين زيادة. وهي بعد ما فردتهم هيك عقدتها عملتها ما بيني وبين نفسي، بتروح بتفكي زي ما انتو شايفين، بنقيمهم شايفين بتقيموهم. وطبعا هذه مكان التهوية تبعت الغاز، انتبهوا لازم تفتحوها عشان بعيد الشر يصير حريق، فانتبهوا منها لا تنسوها. بدكم تحطوا قصدير لازم تفتح تبعت التهوية هذه اللي في فوق. وهبدأ بركب العيون. نركبهم العيون. مسحت كل واحدة هيك بسرعة. يعني هي شوف مو مركبة كويسة هديك، حرجع اظبطها. لانه بتظبطيها لحتى تحسيها تمكنت، يعني ما بتتحركش كتير او هيك مرفوعة. شايفين كيف انا هدولك تمكنوا. هلا برجع بظبطها التنتين، يعني ما تتحرك بسرعة، لازم تكون هيك ماكنة تحسيها. يعني انا بحس الغاز اذا ما نضيف المطبخ مو نضيف، ما بعرف انتو زيي ولا لا، قولولي. لازم الغاز يكون انضف، يعني انا احس نظافه المطبخ من نظافه الغاز هيك، يعني بحس لازم يكون نظيف. واخر اشي بحط الشبك. ايه خلصنا تنظيف، شو ما اخذ وقت مني كتير، بسرعه بتخلص معي لانه ايش هو نظيف اصلا، يعني مجرد اني قمت القصدير وحطيته. طبعا لازم انظف هيك الحوالين الغاز كمان، قلت يلا من مره بننظفهم مع انه نضاف يعني، بس زيادة الخير خيرين. شايف بنمسح البلاط، اذا حسيت اشي امسحي اول باول. هذه هذه هي الممسحة بوليستر اسمها اظن، بتلاقوها في المحلات السوبر ماركتات كتير حلوة بنصحكم فيها، بتمسك بتمسك وبتمسح بقلب ورب. قلت يلا من مرة بمسح كمان هدول تبعت القهوة والشاي. يعني هو انت كل مرة بتروحي بتحركيهم بتمسحي ما بتصير وسخ كتير عليهم، لو ايدك عليها كل شوي سهل الموضوع. كله مسحناه وصار بالماء. هلا باجي هون، هذا البشكير تبع المطبخ بدي اغسله، بدلته. وهي الليفة والممسح بدي امسح ايش تبعت المطبخ.
هيك تحسي هيك بنظافة بعد ما تمسحه، شعور جميل. طبعا انا حاطه شو اسمه جلاله مطبخ شايفه على الطاوله، وحاطه فوقيها نايلون، كتير حلو سهل عليك يعني، بضل جلاله المطبخ فتره طويله يعني ما بتخرب، بس انتبهي من السخونه يعني، عشان هيك بحط هدول. اذا في اشي سخن تحطوه بالطاوله بنحط هدول. وهي بدات انظف الرف الثاني، هدول كلهم على فكره ناشفين، كنت انا استناهم ينشفوا شوي من المي غسلتهم، وهلا بحطهم بالخزانه. وشايفين بمسح الرف كده برضو، بجيب صابون بمسح فيه. طبعا القلاية الهوائية اللي شايفينها قدامكم لا أنصح فيها، لا أنصح فيها، لا أنصح فيها. ما بعرف في ناس كتير بحبوها، لكن أنا بقولكم ما تجيبوها. عادة ما بستخدمها لأنه إيش، أنا بحب رجعت أستخدم تبعت المقلل في الغاز. يا أخي بتطلع الأكل طعمه مو زاكي بصراحة، وعشان يطلع زاكي من اللي في القلاية الهوائية بدك تضيفي زيت، يعني ملعقة زيت هادي لا لا بيطلع أكل ناشف ومو زاكي بصراحة. لازم لك تحطي له زيت كتير، وأنا على أساس إنها ما بتطلع ريحة بتطلع ريحة، فما حسيتها حلوة، ما مو عملية. وبعدين أخرج بنظف البلاط، البلاط في مرات شغلات هيك بتلزق فيه ما بتروح بالقشاطة، فبروح بجيبها بالمكنسة الناعمة كده وبمسح فيها ويلا.